كوثر، آخر التحديثات من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة بني سهيلة شرقي محافظة خان يونس، وتفيد الأنباء بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 9 وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مشافي جنوب قطاع غزة. هذه هي آخر التحديثات فيما يخص الغارة الإسرائيلية على منطقة بني سهيلة. لكن المناطق الشرقية من محافظة خان يونس أيضا كانت بها صباح اليوم سلسلة من الغارات والقصف المدفعي على منطقة خزاعة وعبسان، وعلى أيضا بلدة المحافظة شمال محافظة خان يونس بلدة القرارة كانت بها أيضا سلسلة من الغارات والقصف المدفعي المركز على تلك المناطق، ولم نعلم ما إذا سقط شهداء أو جرحى في تلك المناطق. وأيضا يتم انتشال يعني بين الفينة والأخرى عدد من جثامين الشهداء من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي من محافظة خان يونس، وخاصة بلدة القرارة والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس. أيضا في رفح هنا صباح اليوم تم قصف المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمحافظة رفح، ولم يبلغ عن وقوع عدد من الإصابات أو الشهداء، لكن هنا استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة فوق أجواء محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. بالأمس أيضا كان استهداف لمنزلة عائلة أبو عيسى شرقي محافظة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا وسط قطاع غزة مخيم النصيرات والبريج والزوايدة والمغازي أيضا مناطق تعرضت للقصف العنيف خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وكانت آخر الغارات استهداف منزل في مخيم النصيرات، وأسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا مدينة غزة لا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي مستمرة، والقيام الجيش الإسرائيلي بإخلاء المرضى والنازحين من المجمع، وأيضا يقوم بعملية تفتيش داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي. أيضا حول موضوع تفجير أحد مباني مجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحات التخصصي، نحاول حتى هذه الساعة التواصل مع الزملاء في مدينة غزة للتعرف على ما يجول أو ما يجري داخل مجمع الشفاء الطبي. حتى الآن لم نتمكن من الوصول، يبدو الاتصالات مقطوعة في محيط المستشفى وفي مدينة غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته داخل مجمع الشفاء الطبي، والمواطنون سمعوا دوي انفجارات خلال الساعات الماضية في محيط المستشفى، ولربما يكون هو هذا استهداف لأحد مباني المستشفى التي نتحدث عنها منذ ساعات الصباح، والتي ظهرت بعض الصور لأحد المباني قبل وبعد عملية التفجير. بالتالي أيضا كانت في محيط مجمع الشفاء الطبي هناك سلسلة من الغارات لمنازل المواطنين المأهولة بالسكان، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ونداءات الاستغاثة ما زالت مستمرة في من تلك المنطقة، وخاصة عائلة منزل عائلة البنا وعائلة بكر وعوائل أخرى في المنطقة الجنوبية من محيط مجمع الشفاء الطبي، وتوجه نداءات استغاثة بضرورة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى تلك المنطقة، وبالتالي هناك عدد من الجرحى على الأرض والشهداء تحت أنقاض المنازل ولا أحد يصل إليهم. لكن الجيش الدفاع المدني أكد بأن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن التنسيق مع الجهات الدولية مع الصليب الأحمر من أجل وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى تلك المنطقة، وبالتالي هذا سيزيد صعوبة الأوضاع خطورة وسيزيد من ارتفاع في أعداد الشهداء. أيضا تم استهداف أحد الأبراج في مدينة غزة في منطقة السرايا، وتم تدميره بشكل كامل كما أبلغنا من تلك المنطقة، ومناطق أخرى تعرضت للقصف.
مثل حي الدرج وحي النصر وحي الشيخ رضوان والجلاء، مناطق تعرضت للقصف خلال الساعات الماضية. أيضا شمال قطاع غزة كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على جباليا وعلى بيت لاهيا وعلى بيت حنون. وبالتالي قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن استشهاد قرابة 65 شهيدا وإصابة العشرات بجراح مختلفة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، والحال هو استمرار للقصف والغارات الإسرائيلية لليوم 167 على التوالي.